وبركاته. اولا وقبل كل شيء كنبغيو نرحبوا بالناس ديال الصحافه الاعلاميين اللي كيحضروا معنا في هذا اليوم اللي كينضم واحد القافله طبيه بجامعه الودايه. كنشكركم اولا جزيل الشكر على الحضور ديالكم على التغطيه الاعلاميه. كيف ما كنعرفوا اليوم كاين واحد التنظيم ديال حمله اولا قافله طبيه بجامعه الودايه وبالضبط بالمقر ديال الجامعه. هذا التنظيم ديال هذه القافله جاء بواحد الشراكه مع جمعيه الياسمين للتنميه البشريه والاجتماعيه. صراحه هذا التنظيم اولا هذا اليوم هو جاء في الوقيته ديالو نظرا للظرفيه اللي كنعرفوها احنا على صعيد ديال الجامعه وبالضبط جامعه القرويه اللي كتعرف في هذه المنطقه كامله من خصائص ديال الاطر الطبيه اللي كاينين هنا في هذا العالم القروي. صراحه كذلك من نقطه اخرى او من جهات اخرى كنعرفوا واحد الخصائص بالنسبه للمجال ديال الطبي. الناس الله يحسن العوان ما عندهمش باش انهم يتبعوا الصحه ديالهم وهذاك الشيء. لهذا فمثل هذه القافلات ديال الطبيه اللي كتحضر في هذه الجامعات القرويه كتعطي واحد الصدى وكتعطي واحد النفع كذلك على مستوى ديال الصحه ديال الانسان والتتبع ديال الصحه ديالو. هذا الشيء اللي من خلاله كنطلب صراحه جميع الناس المتدخلين في مجال الصحه انهم يعطيوا واحد الالتفات للعالم القروي لانهم راه كيعانيوا في صمت بكل صراحه. لهذا كنتمناو انها تكون البادره دائما وتكون مستمره باش اننا نقربوا عند هاد الناس نقربوا عند المواطنين نساعدوهم نمدوا لهم يد المساعده تنظر اليوم في مجال الطبي خصوصا لاننا محتاجين بحال هاد المبادرات ومشي محتاجين اليوم اكثر من محتاجين اليوم لان اليوم كيف ما شفنا الحضور ديال المجموعه ديال الناس الساكنه كانت هنا كتوافد علينا من الصباح لدابا من 7 الصباح والناس كتجي وباقي الناس كتجيو لانها باغينا وطالبين عليها ومحتاجينها ماشي غير لان الناس كنشوفوا اليوم عيانين ما عندهمش الماديات باش انهم يمشيو يتبعوا الصحه ديالهم. لهذا كنتمنوا انها دائما يكونوا مثل هذه المبادرات وان شاء الله كنشكروا كذلك ما نساوش الاطر الطبيه اللي حضرت معنا اليوم كنشكروا الجمعيه اللي دارت هذه المبادره منها اللي جات صراحه المبادره من عندهم كنشكرهم جزيل الشكر على الحضور كنشكرهم على المعاناه ديالهم كنشكروا ايضا الجمعيات المحليه المتواجده بجامعه الودايه اللي شرفت على التنظيم اللي صراحه كانوا في المستوى. وفي الاخير كنبغي نشكر جميع المتدخلين في هذا اليوم التنظيمي تنشكرهم جزيل الشكر وتنتمنوا الخير لهذه البلاد وشكرا. صحة اليوم الحمد لله حنا تنتواجدوا في دائرة الودايا في جامعة الودايا بقافلة طبية في المقر ديال الجامعة القديم وحنا في قافلة طبية متعددة التخصصات زائد الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وكذلك الوحدة المترقية للفازع ليكوغرافي وهذا كاين معنا داء السكري الضغط الدموي كاين عندنا اختصاصات متعدده فيهم الانف والاذن والحنجره فيهم النورو فيهم طب النساء وطب عام واختصاصات اخرى وكاين معنا الخزان ديالين الناس الخزان لقيناهم عندهم السكر طالع تيدوزو وهذا الشيء وكاين معنا الادويه الحمد لله متوفره ومن وهذا الشيء في كل عزله عند الناس تاع العالم القروي كما تنعرف راه تيعانوا في الصمت يعني الانسان باش يتحرك ويدير ليكوغرافي وداك الشيء بعض المرات ما تيكونش عنده هذا حنا الحمد لله هذه بادره طيبه تنتمنى نكون عند حسن ظنهم ومن هذا المنبر تنشكر جمعيه الرحمه اللي داخله معنا بالشراكه وعاوناتنا واللي انا عضوه معاهم وتنشكر مندوبيه الصحه والحمايه الاجتماعيه اللي وفرت لنا حتى هي المساعده عطتنا لينيتي موبيل عطتنا المعدات الادويه وتنشكر الجماعه ديال مجلس الجماعه ديال الودايا حتى هما ساعدونا ووفروا لنا كل شيء سهلوا لنا الامور وتنشكر جمعيه الحي الحسني للتنميه بالودايا لان استضافتنا ووقفين معنا الله يجازيهم بخير الله يكرمهم ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. C'est Dr Hachim. Alors nous on nous appelle souvent dans l'association Eliasmine pour participer aux caravanes médicales dans les endroits où il y a un désert médical. Donc aujourd'hui on nous appelait ici dans cette région pour aider les gens, pour faire la consultation avec les collègues. Donc on est là, on est très content. Mashallah, l'association nous appelle tout le temps. Ce n'est pas la seule région qu'on vient, mais on nous appelle tout le temps, presque une fois par mois, pour participer.
pour aider les patients, faire le diagnostic, la consultation, les dépistages. Donc, mashallah, on arrive à faire de notre mieux pour aider les gens. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عباد لالة فاطمة، أمينة المال تاع جمعية الرحمة. المهم نعرف بعدا بأول بجمعية الرحمة. جمعية الرحمة هي كاينة في الديار البلجيكية 4 سنين هذه وأنا خدامة معهم، ومؤخرا درنا الفرع نتاعها هنا. أقول الفرع التوأم تاع جمعية الرحمة بنفس اللوغو وبنفس الاسم. دابا أول نشاط هو هذا اللي بديناه مع الأخت الياسمين، جمعية الياسمين للتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية. درنا مع هذا النشاط في المجال القروي تاع الودايه. المهم كاينه قافله طبيه متعدده الاختصاصات، كاين فيها الطب العام، كاين فيها الطب الانف والاذن والحنجره، كاين فيها الطب المسالك البوليه، كاين فيها الضغط الدموي، كاين فيها السكري، كاين فيها الوحده المتنقله. المهم كاين الجمعيه اللي استضافتنا حتى هي جمعيه الحي الحسني مساكن، حتى هما يتعاونوا معنا. ملي جيت انا والاخت الياسمين هنا تكلفوا بالتنظيم، تكلفوا بالماكل، تكلفوا بكل شيء. الله يجازيهم بالخير، وتنتمناو ان شاء الله تكون جمعيه الرحمه تكون هذه البدايه، اول قافله مع الياسمين تكون ان شاء الله تكون تعدد مرات متعدده، ونتكونوا في حسن الظن ان شاء الله. والله يجازي كاع اللي قام فيها، لا الامن ولا السيد الرئيس الجماعه، حتى هو كان زعما في المستوى معنا زعما دغيا تقبل سميتها. وشكرا لجميع الطاقم اللي جا، الطبي ولا الطاقم التنظيمي ولا المخازنيه ولا كل شيء اللي وقفوا على هاد القافله الطبيه، وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم، انا من الساكنه ديال الودايه، وتنشكروا هذه الجمعيه بعدا ديال الحي الحسني. اولا كنتمنوا من الله ديما تكون هذه القافله الطبيه هذه تدوز على كل شيء، وانا وحده من المستفيدات، انا وحده من المستفيدات من هذا الشيء. جيت ندوز الحمد لله على السكر، لقاو طالع وداروا لي الخزان، والحمد لله انا كنتمنى تكرر كل 3 شهور، كل 3 شهور تكرر. كل شيء متوفر عندنا الحمد لله، متوفرين الاطباء تيجيو عندنا هكا مزيان، سبيطار صغير الله يجازيهم بخير، والحمد لله كاينين الاطور، كاينين الاطباء مزيانين، الدواء تيعطيوه لينا الحمد لله، كل شيء موفر هذه الساعه، كل شيء موفر. انا بعدا كنهضر على راسي، يعني ما كنلقى حتى شي صعوبه في هذا الشيء ولا شي حاجه. وقت ما مشيت كندوز كناخذ الدواء ديالي، انا كنستافد من هذا الشيء. وكنشكروا الناس المؤطرين والمؤطرات كاتو. معكم سي محمد الكبيبه، نائب الرئيس لجمعيه الحي الحسني والمنسق ديال الجمعيه ورئيس اللجنه الحاليين ديال التنظيم في القافله الطبيه اللي بشراكه مع جمعيه الحي الحسني وجمعيه الرحمه وجمعيه الياسمين والمجلس الجماعي اللي كيشرف عليها المجلس الجماعي حتى هو. الفكره هو جات بالنسبه كانت تنسيق مع واحد الجمعيه ديال الياسمين، والحمد لله كان الامور شتنا خاصة في المنطقة ديال الودايه، عندنا بزاف ديال الناس كان عندها معاناه، ومعاناه ديال خصوصا ديال الترانسبور، لان تنقل مثلا اللي بيمشي بلاد مسيفي، اللي بيمشي لمحمد لمصحة محمد السادس، فين ما بيمشي كتلقى تيخصو المشكل ديال التنقل هو اللي عندنا كثير بزاف. قلنا من الاحسن تكون قافلة قريبة للمنطقة ديال الودايه، وجات هذه الفرصة هذه. وحنا ما كان فرصنا والو، داكشي جا على غفله اصلا بعدا، والله ما كانش فرص بزاف ديال الناس ما كانش فرصهم. والحمد لله ملي جات هذه الفرصه هذه قلنا خصنا نحاولوا نعلموا كاع الاخوان الكرام اللي بيجيو يدوزوا. دروكا فتنا 300 ديال المستجدين، فتنا 300 وراه باقي الناس تيتوافدوا دابا حاليا. والحاجه اللي عجبتني في هذه القافله المتنقله فيها جميع الاطور، الناس ديال جميع التخصصات كاينين، الا الجلاله والظفر
اللي ما كاينينش ونضاضر هادو هما اللي ما كاينينش هنايا حاليا. جميع التخصصات كاينين والناس اللي عندهم مراره ولا اللي عندهم القلب ولا اللي عندهم اي حاجه شي الناس اللي كتحتاج للجراحه راه كيديروا لهم رونديفو وتخدموا لنا الناس اللي كاينين هنايا ديال المحمد السادس وديال السيفيل. كنشكروا الاخوه الكرام كاع اللي كانوا تنسيق ديالنا معاهم كنشكرهم بزاف ونشكروا جميع الجمعيات المجتمع المدني وكنشكروا المجلس الجماعي اللي وفر بزاف ديال الحويجات لهذه القافله هذه. وتحيه للاخوان ديال الصحافه اللي تيديروا التغطيه وتبارك الله عليكم. والناس نطلبوا ان شاء الله من هاد الاخوان هادو اللي تم التنسيق معاهم يحاولوا كل 3 شهور تكون شي قافله في المنطقه. ولكن هاد الخطره ويناش نحاولوا نديروها في المركز، نحاولوا نديروها في الدواوير اللي بعيده على المركز ديال الودايه.